أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأحلت الأنعام إلا ما حنفاء لله حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
صدق الله.